السلام عليكم. في الـ posterior compartment of the forearm راح ناخذ المصلص اللي بهذه المنطقة. بالبداية لازم يعني خلينا نعرف انه شنو هي الـ nerves and artery اللي تمر من هذه الجهة. طبعا يعني هي بالبداية لازم نعرفها احنا قبل لا نجي لهذه الخطوة. مثل ما تعرفوا احنا بعد ما اخذنا الـ artery والـ nerve، طبعا راح اخليكم اياها كلها بارت واحد، مراجعة كاملة للـ artery والـ nerve اللي موجودات بالـ upper limb. لكن هسه يعني حسب على قد الحال خلنا ناخذهن. احنا ايش عندنا؟ عندنا هسه هنا من الفور ارم ايش راح يجي؟ راح يجيني فرعين، يجيني فرعين منه راح ناخذهن. ذن الفرعين منه هن اللي هي الراديال، هذا فرع. شوف منه راح يبدي التفرع، منه راح يبدي التفرع. ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني راديال والنر. هذا الالنر ارتري وهذا الراديال ارتري. الراديال ارتري اللي يغذي لي ذن المناطق اللي من هاي الجهه، زين، والالنر ارتري اللي يغذي لذن المناطق من هاي الجهه. كذلك الالنر ارتري يتقسم الى قسمين، هنا يتقسم الى قسمين. هذا القسم قسمين شو نسويهن؟ واحد بوستيريور واحد انتيريور. شو نسموهم؟ نسميهم بالانتيريور انتريسوس ارتري، زين، والبوستيريور انتريسوس ارتري. يعني واحد ورا من جاي من ورا، زين، واحد من قدام. هسه هذا لو تلاحظونه، شوفوا من ورا، من ورا الايد، واحد من قدامه اللي هو الانتيريور، زين. ذني وصلني الى الارم، وصلني لحد الارم. يعني هسه اربعه احنا ايش عندنا؟ عندنا بالارم ايش قد هسه صرنا؟ صار عندنا اربعه، الفور ارم العفو، بها اربعه ارتريات. شنو ذني الارتريات؟ اول واحد اللي هو هذا الالنر ارتري، زين، والراديال ارتري خلصنا من عندهن. بعد شنو يا قسمين؟ بعد اللي قلنا الالنر قسم الى قسمين، انتيرير اند بوستيرير انتريسوس ارتري. لان هسه كلهن موجودات على طول، موجودات على طول الفور ارم، زين. عندنا الالنر يغذي لي الانتيرير كومبارتمنت اللي اخذناها بالبارت الاول والبارت الثاني، بينما الراديال وكذلك الانترسوس سواء كان الانتيرير او البوستيرير يغذي لي البوستيرير كومبارتمنت. هنا الامور تمام ان شاء الله. هسه الدور وين نروح؟ نروح نبلش بالعضلات، نشوف ايش بيهن ما بيهن. عندنا تقريبا بالعضلات هسه راح نبلش بيهن، عندنا سوبرفيشال وعندنا ديب. بالبوستيرال كومبارتمنت يعني خلف يعني الجهه الخلفيه منين؟ من الفور ارم. عندنا تقريبا 12 عضله. سبع عضلات يكونن سوبرفيشال، يعني شنو؟ يعني خارجيات، وخمسه يكونن داخليات. هو طبعا اكثر او كلنا على الاغلب كليه الموجودات هنا العضلات بالبوستيرير شو نسميهن؟ نسميهن اكستنسر. هن المسؤولات عن الاكستنشن مالتهم مالت الفور ارم. حلو، لان قلنا الانتيريور كومبارتمنت مسؤول عن الفلكسر، بينما الورا تكون مسؤولات عن الاكستنشن، زين، نسميهن اكستنسر ماسلز. هسه تمام لهنا الامور؟ اوكي. بعد شغله، شكو وين ما تلقى ديجيتروم معناها رايحه معناها رايحه للاصابع. ديجيتروم معناها رايحه للاصابع، خليها ببالك هذه. يلا هسه نبلش. بالبدايه نجي الاولى، ايش عندنا؟ عندنا البرايكيو راديالس. البرايكيو راديالس مصل منين تنطلق؟ هي من اسمها برايكيو راديالس. برايكيو يعني منين؟ من يعني منطقه الار. راديالس للراديال. هنا الامور تمام؟ زين هسه نجيها بالضبط، منين جايه ومنين طالعه؟ طالعه منين؟ نسميها بالسوبرا ايبايكوندل. هي الايبايكوندل وين موجوده؟ الايبايكوندل بهذه المنطقه. ايبايكوندل، هذه المنطقه ذن فوق شو نسميها؟ نسميها بالسوبرا ايبايكوندل. يعني اعلى الايبايكوندل، هذه الاورجين مالتها، زين، الانسيرشن مالتها وين يصير؟ قلنا شنو؟ هي برايكيو راديالس، يعني من البرايكيو وين رايحه؟ رايحه للراديو، تمام؟ فوين؟ جايتني يم الستيلويد بروسس، اعلى الستيلويد بروسس، ستيلويد بروسس، هذا الستيلويد بروسس، وهاي هي، بتكون سوبرا للستيلويد بروسس، المهم هي بنهايه من؟ بنهايه الراديالس. اوكي. هسه هذه خلصنا منين؟ خلصنا من العضله الاولى اللي هي برايكيو راديالس. هسه الدور لما نجي؟ نجي للنيرف اللي يغذيها. شوف ايش قلنا؟ الارتر اللي يغذيها، عفوا نعرف هسه على جهه الارتر اللي يغذيها ايش قلنا؟ قلنا اما الراديال ارتري، زين، الراديال ارتري او الانتريسوس البوستيرا والانتيريور. الانتريسوس البوستيرا والانتيريور ذن ايش بيهن؟ ذن يغذن العضلات الديب اكثر شيء، يعني هنا يكون يعني ديب تحت العضلات يمشن كلية، يعني بصف العظم يم الانتريسوس ممبرين. وما تعرفون الانتريسوس ممبرين؟ هذا اللي يربط لك بين شو اسمه، بين الراديوس وبين هذا، بين الراديوس وبين من؟ وبين الالنا. فالمهم اكثر شيء
ايش قلنا لكم؟ قلنا لكم انه الانتيرير انتريسوس ارتري والبوستيرير ان اكثر شيء يغذي العضلات الديب اكثر شيء، وهذا الشيء يغذيها يغذي البلاس سبلاي مالته من هو الراديال ريكورنت ارتري او الراديال ارتري يطلع قبل. نفس الشيء الريكورنت ارتري وين تعرفونه وينه؟ ريكورنت ارتري هسه اضيف لكم اياه هنا. تعال انا ذاكركم اياه بغير محاضره طبعا، هم بالمحاضره الثالثه الريكورنت ارتري. شوفوا قلت لكم منها اول شيء يجيني بروفاوندا، بروفاوندا وبعدين ورا بروفاوندا شنطيني يا نير يا ارتري، ورا بروفاوندا يجيني الرايدر كولاترال. الكولاترال راح يوصل يم المفصل تقريبا، الكولاترال راح يوصل يم المفصل، خلنا اخلي لكم هذا نعطيه هيد. الكولاترال هذا راح يوصل لهنا المفصل، الدور يتحول الى يتحول الى الرايدر ريكورنت، الرايدر ريكورنت، فهذا الرايدر ريكورنت هو اللي يغذي له هذا العضله. هنا الامور تمام هسه حلو. بعد ما عرفنا هذا هسه عرفنا هذه العضله اللي هي الراديال العفو البريكر راديالس. زين يا نيرف يغذيها، ايش قلنا احنا؟ النيرف شوف دائما البوستيرير كومبارتمنت يغذيها الراديال نيرف. ليش؟ لان الراديال نيرف هو اللي يجي من ورا، وراح ناخذ هم بنهايه البارت هذا راح ناخذ التفرعات مالها. قلنا لكم اياها سابقا انه الانتيرير كومبارتمنت من هو اللي يغذي ليها يا راديا يا نيرف؟ اللي يغذي ليها اثنين اللي هي الالنر وكذلك الميديان، بينما البوستيرير دائما شكو شيء وحده بالبوستيرير فيغذي ليها من هو؟ يغذي ليها الراديال نيرف. فهذا هسه شوف ذني كل اللي راح نحشيه راح يغذيني الراديال نيرف. زين ويا شو اسمه ويا ارتري قلنا السوبيرال والانفيرال انتريسوس انتري ارتري كذلك الراديال ارتري. الراديال ارتري يغذي السوبرفيشالس زين، والدي بي غذنها اكثر شيء انتيرال اند بوستيرال انتريسوس ارتري. لهنا هسه الامور تمام. بعد ما كملنا العضله الاولى نجي نملي العضله الثانيه. نشوف العضله الثانيه هسه هذا شنو هو؟ هذه الاكستنسر كاربي راديالس لونجس. شوف ما دام اكو وحده اسمها لونجس معناها يعني شنو يعني طويله اطول. ما دام اكو وحده اسمها لونجس لازم اكو وحده اسمها بريفيس اللي هي الاصغر من عندها. زين يعني شلون هسه اثنين اخوه واحد كبير وواحد صغير، فالكبير الطويل سموه شنو؟ لونجس، والصغيرون القصير سموه بريفيس. زين هسه فما دام وحده اسمها لونجس فلازم اكو اختها اسمها بريفيس، تمام؟ وحده بصف وحده لازم. نيجي هسه هذا نسميها بالاكستنسر كاربي راديالس لونجس. نيجي هسه نقسمها اكستنسر وظيفتها اكستنسر. زين كاربي يعني وين تروح؟ تروح يعني وين؟ لهنا شوفوا للكاربل. هسه راح ناخذها على الجهه منها. شوفوا وين تروح؟ للميتا كاربل، للميتا كاربل. هذه المنطقه نسميها بميتا كاربل اوكي، اللي هي تجي ورا ورا الرايست عظام الرايست ذن العظام الزايرونات. هاي المنطقة نسميها بالميتا كاربل شوفوها تمام. فهي ما أساس اسمها اكستنسر اكستنسر عن طريق اكستنسر كاربي تروح للكاربل اوكي. راديالس معناها منين جايتني؟ منين جايتني؟ جايتني من الراديال تمام، او على الراديال جاية على جهة الراديال او الراديوس نسميها تمام. ولونجس معناها طويلة. هسه الامور اللي هنا تمام. زين كل العضلات تقريبا منا سوبرفيشالسين بعلي منين؟ من الابيكوندال اللاترال ابيكوندايل او الابيكوندال نسميها اللاترال ابيكوندال. بس هذه من تنبع لي هي مهمة من الابيكوندال بس شويه اعلى من عندها سوبيريا سوبرا ابيكوندال. بس هو عادي لا تقول ابيكوندال تقريبا يعني او اي سوبرا ابيكوندال نفس الشيء. ايش قلنا؟ وين تروح؟ للميتا كاربل. يا ميتا كاربل تروح للميتا كاربل. او شوف هسه ايش كم عضله ذكرنا احنا؟ ذكرنا الاولى. من هي الاولى؟ اللي هي البريكورادياليس. هسه هذه من هي؟ الثاني وحده. شو اسمها الثاني وحده؟ اكستنسر كاربي راديالس لونجس. هي مو ثاني وحده معناها تروح للميتا كاربل الثانيه تمام. ثاني وحده ذكرناها فالميتا كاربل الثانيه اللي هي هذه تمام. هسه الامور اللي هنا هذا الانسيرشن مالتها حلو. يا نيرف يغذيها قلنا الراديال نيرف كلهن يغذيهن. هسه بعد ماكو داعي نقول كل ساعه الراديال والبلس سبلاي لان هو يعني هو كلهن يغذين اللي ذكرتكم اياهم من الساعه. خلصنا هسه من العضله الثانيه. قلنا لكم ما دام اكو لونجس لازم شكو وياها؟ لازم اكو وياها بريفيس اللي هي بصفها مباشره هذه اللي هي الاكستنسر كاربي راديالس بريفاس. نفس الشغل تمام. منين جايتني؟ جايتني من الابيكوندال اللاترال. زين نفس اختها وين رايحه؟ رايحه من اسمها كاربي معناها للميتا كاربل اوكي. زين الميتا كاربل يا هي الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ترتيبها شنو هسه ذكرنا احنا؟ يا هي ثالث عضله نذكرها. اذا رايحه للميتا كاربل الثالثه حلو صف اختها ميتا كاربل الثالثه مثل ما تلاحظون قدامكم. زين هسه فهذه هسه لحد الان كملنا ايش قد؟ كملنا ثلاث عضلات. قلنا كل الوظيفتين اكستنسر طبعا الوظيفه
يعني شلون نقول الشائعه مالت اكستنسر. هذا من هي الاكستنسر كاربي رادياليس بريفس، خلصنا من عندها. هذا شنو هذه؟ هذا اللونجس ما خفيناه، تمام. بعدها سوينا الدور، نجي اللي بصفها، شو نسميها؟ الاكستنسر ديجيترام. هسه ايش قلت لكم من ساعه؟ شكو كلمه ديجيترام معناها وراحة للاصابع، للنهايه مالت الاصابع. فهذه الاكستنسر ديجيتروم منين جايتني؟ قلت لكم كلهن ذني العضلات اللي راح نشيل سوبر فيشل جايتني منين؟ من الابيكوندل، اللاترال ابيكوندايل، زين؟ فاجي هاي عرفنا الاوريجين مالتها من الابيكوندل، وين راح يروحن؟ من اسمها ديجيتروم، وين رايحه؟ للاصابع، تمام؟ يعني هي ديجيتي رايحه للاصابع، شوفوا المن يا اصابع الاول والثاني والثالث والرابع، العفو الثاني والثالث والرابع والخامس، الاول هو الابهام، الثاني والثالث والرابع والخامس، تمام؟ مثل ما تلاحظون قدامكم. وين يصير الانسيرشن مالتن حسب هذا الكلام؟ وين يصير الانسيرشن؟ يصير الانسيرشن وين؟ بالبروكسيمال، هذا يسمونها البروكسيمال، ذني البروكسيمال، بروكسيمال فالانجل، وهذه الميديال او الانترميديال، تمام؟ الميديال، وهذه الديستال. فيصير على ذني، يرتبط على المثني، فيحرك لي مفصلين تقريبا. حرك لي المفصل الاول اللي هو نسميه بالانتر فالانجل جوينت، والثاني نسميه بالميتاكاربال، او هو يسمونه شيء يعني ميتا كاربل انترفالنجل جوينت، اللي هو هذا يعني المفصل اللي بين الميتا كاربس، الميتا كاربل، وبين الفالنجس. فحركت المفصلين تقريبا بهذه. المهم فشنو وظيفتين اكستنسر هاي ندري بيها. هذه هسه خلصنا العضله هذه الثانيه، وين نروح الدور العضله اللي بعدها اللي هي هذه؟ لا مو هاي، اي هاي الزغيره، هاي الاكستنسر ديجيتي مينيمي، يعني شنو؟ نفس دي اخت هذيك، بس شنو؟ هذه تكون اصغر، يعني واحده صغيره هذيك. وين رايحه؟ رايحه هذيك اربعه الاربع اصابع، بينما هذا راح تجي الاصبع واحد، راح تجي وين هذه؟ الاصبع واحد. سميها بالاكستنسر ديجيتي مينيمي، يعني صغيرونه، مينيمم يعني هيك اربطها، مينيمم عندنا ماكسيمم، ماكسيمم معناها كبير، مينيمم يعني صغير هيك يعني. فمن هاي اربطها. وين تروح؟ تروح للعظمه الخامسه، او لل هو يعني الميتاكاربال الخامسه. هذه من هي؟ هذا المينيمي، زين؟ هو اكستنسر مثل ما قلنا. هسه خلصنا من هذه، وين نروح الدور؟ نروح للعضله الاخيره بالسوبر فيشالس، اللي هي من هي؟ اللي هي الاكستنسر كاربي النورايس. اكستنسر وظيفتها كاربي راح تروح وين؟ للميتاكاربال. النورايس معنى من جهه الالنر، من جهه الالنر. منين تنبع لي هذه؟ مثل كل اخواتها النورايس تنبع لي من الابيكوندل، لاترال ابيكوندل. وين تروح؟ تروح للميتاكاربال الخامسه الاخيره، ميتاكاربال الخامسه الاخيره مثل ما تلاحظون قدامكم، زين؟ خلصنا هسه من السوبر فيشالس، نجي وين؟ العضلات اللي تكون يعني اعمق من عندهن، من هن؟ يعني الديب، ديب لاير. عندنا اول وحده اللي هي السباينيتر، هسه راح ناخذهن وحده وحده، بس خلينا نوخر ذني بعدهن. كملنا طبقه ال يعني تروح هسه لما نجي طبقة طبقة الديب، الديب لاير. هسه خلنا لحد الآن خمس سبع عضلات، بقى لنا ايش قد؟ بقى لنا خمسة. ذن الخمسة أول وحدة اللي راح ناخذها هي السباينيتر، هي من اسمها سباينيتر معناها مسؤول عن السباينيشن مثلا مالت من مالت الآرم. هذه سباينيتر، هي سباينيتر شنو؟ سباينيشن، سباينيشن وين يصير؟ السباينيشن أو البرونيشن، احنا أخذنا بالأنتيريور، أنتيريور كومبارتمنت. اثنين عضلات مسؤولات عن من؟ عن البرونيشن. من هي؟ الكوادرت برونوتر، زين؟ والتيريس برونيتر، عضلتين لان مسؤولات عن البرونيشن مالت من؟ البرونيشن شنو هو؟ يعني تفر ايدك، هو البرونيشن والسباينيشن تفر ايدك يعني. اما يعني يكون الدورسال مالت الايد لي برا، زين؟ او يكون البالمر مالت الايد لي برا، هيك يعني. هاي السباينيشن والبرونيشن. فشلون تصير العمليه هذه مالت السباينيشن والبرونيشن؟ هذه العمليه مالت السباينيشن والبرونيشن تصير بحركة الراديوس داير ما داير الألنا، الراديوس داير ما داير الألنا، يتحرك داير ما دايرها، تمام؟ هسه فمن هو اللي مسؤول عن هذا الشيء؟ المسؤول عن الشيء ذني العضلات، تمام؟ ذني شيء يسوي لي برونيشن، هذني هسه هذا العضلة تسوي لي سباينيشن، اسمه سباينيتر مصل، هي يعني تسويها سباينيشن، زين؟ هذا الشيء تربط لي الأوريجين والإنسيرشن مالتها شنو ما شنو، شلون صايرات ما صايرات. الأوريجين من الهيومرال، واحد من الهيومرال منه، هم من تقريبا من الابيكوندايل مات الهيومرال، زين؟ ومن الراديال همينه، العفو الالنا، من الالنا الاوريجين. وين الانسيرشن صاير مالته؟ الانسيرشن صاير مالته فوق
الرايدرز. ليش؟ احنا ايش قلنا هسه من كلامنا، من خلال كلامنا، اول ملاحظه انا بعطيكم اياها سابقا انه وين ما يصير الانسيرشن راح يصير الحركه، الاوريجن ما يتحرك، تمام؟ الاوريجن مات العضله ما يتحرك، زين؟ فالانسيرشن اللي يصير بالعضله هو اللي راح يتحرك، المكان اللي صارت بالانسيرشن ما تتحرك هو اللي راح يتحرك، مات العضله العفو. فهنا انا مو قلت لكم اثناء السوباينيشن وبرونيشن راح احرك الراديال او الرايدياس داير ما، فانا مو راح احرك الرايدياس، معناه لازم الانسيرشن مات العضله وين يكون؟ على الرايدياس، على مود اقدر احركه. فهسه الانسيرشن مالته وين؟ على الرايدياس، زين؟ والاوريجن مالته وين؟ مثل ما قلنا لكم من الهيومر اللي هي الابيكندايا، وكذلك من الالنا، زين؟ الانرفيشن من هو قلنا لكم الراديال نيرف، هذه خلصنا من عندها. والاكشن مالته سباينيشن، اكثر شيء يعني سباينيشن، اي كافي مرات تسوي عليه روتاتور، روتاتور راديوس تورن، زين؟ خلصنا هسه من هاي العضله، هذه اول وحده بالديب، عضلات الديب. طبعا ما ادري ليش كل ساعه يروحون يجين، زين؟ هسه بعد ما اخذنا السباينيتر خلصنا من عندها، نجي لمين الدور بعد؟ عندنا كم عضله؟ عندنا تقريبا بعد اربعه عضلات، تمام؟ نجي الثلاث عضلات حركتهن وحده، ثلاث عضلات حركتهن تقريبا وحده تكون، من هن الابداكتر، وحده نسميها بالابداكتر بولسياس لونجس. اسمعني، بولسياس وين ما تلقاها معناها رايحه وين؟ للابهام، للثامس، تمام؟ هذه الكلمه وين ما تلقاها معناها رايحه للابهام، زين؟ اللي هي هاي، اوكي. هسه هذه ابداكتر، يعني من اسمها ابداكتر، بعدها شغلها ابداكتر، تشتغل ويا عضلتين ثانيات اللي هنا تحتها، وحده نسميها بالاكستنسر بوليس لونجس، وما دام اكو لونجس معناها اكو بريفيس، والثانيه هذه اللي هي اكستنسر بوليس بريفيس. حلو، هسه هنا ذن ثلاثتهن تقريبا يشتغل نفس الشغل. هسه راح ناخذ فيديو عليهن اللي هو هذا الفيديو، خلينا ناخذه فرد مره. شوف ثلاثتهن جاي يشتغلون نفس الشغل اللي هو اكستنشن المن للثامب، تمام؟ هسه الامور هذه على مود اربط لكم اياها سويه، لان هو اهم شيء الربط، انت اذا ما تربط الماده ما راح تحفظها. وهذن العضلات اللي كل ساعه طلع عن، فنجي اول عضله اللي هي هذه، زين؟ بدون ما ندخل من يعني ونشوف وكذا، خلينا نجي نشوف منين الاورجين مالتها. الاورجين مالتها منها، هي وين تشتغل؟ ايقاف، هي سوت اكستنشن المن للثامب، معناها الانسيرشن مالتها وين راح يكون؟ على الثامب، زين؟ الاورجين مالتها منين راح يكون؟ اللي هي الابداكتر، الابداكتر بول، الاورجين مالتها راح يكون من البوستيرا سورفيس مالت الالنا، هاي من الالنا من البوستيرا سورفيس، تمام؟ ذن ثلاثتهن هن، ذن ثلاث عضلات اللي توني ذكرتهن من الالنا، زين؟ وكذلك من الانترسوس ممبرين، الاوريجن مالتهن من الالنا ومن الانترسوس ممبرين، ثلاثتهن ذن العضلات اللي قلت لكم بها، هذه وهذه وهذه، هنا الامور تمام، نفس الاوريجن. الانسيرشن مالتهن، هذه الانسيرشن مالتها وين يروح؟ اللي هي الابداكتر بولسياس لونجس، الانسيرشن مالتها يروح الى يعني الميتا كاربر الاولى، الميتا كاربر الاولى وين يروح؟ الميتا كاربر الاولى، يعني اللي هنا ما يروح يجي بعيد، هذه الميتا كاربر الاولى، تمام؟ وهي هذه، هاي هي، تمام؟ اللي هي الابداكتر بولسياس لونجس، وهذه الميتا كاربر الاولى، يعني مات الثام، مات الابهام، هذه الانسيرشن مالتها، تمام؟ خلصنا من هذه. وين نروح للثانيه اللي هي الاكستنسر بولسياس لونجس؟ هذه وين تروح؟ حملنا نفس الشغل، نفس المكان مات الاوريجن قلنا، وتروح حملنا للثام، بس وين بالضبط للثام؟ اللونجس تروح للدورسال، او تروح للديستال فالانجس ثامب، الديستال فالانجس ثامب، يعني وين الديستال فالانجس ثامب؟ اللي هي هذا الديستال، هذا الديستال عندنا، وهنا شنو هو؟ هذا الديستال وهذا ال البروكسيمال. شوف خلنا نوضح لكم اياها اكثر هنا شويه، خلنا افصل لكم العضله على ما تتوضح لكم، ثواني. شوف ايش عندك انت، كل العضله، كل العظام مالت اليد او الاصابع مالت اليد شبيهن بهن اربعه اجزاء، ميتاكاربال، زين؟ وبروكسيمال فالانجل، وانترميديا او ميدل، زين؟ وبروكسيمال، ما عدا الابهام، الابهام بيه ثلاثه بس مو اربعه، ثلاث اقسام، ميتاكاربال وبروكسيمال وديستال، ما بي ميدل، تمام؟ هسه الامور هنا. فالمهم اللونجس هي من اسمها لونجس يا حبيبي، من اسمها لونجس معناها تروح لابعد مكان، فوين جتني؟ جتني للبروكسيمال، للديستال العفو، للديستال، بينما ذيك اختها الثانيه البريفيس الصغيره وين جت لي؟ ما جتني للبروكسيمال، اللي هنا راح يصير الارتباط مالته هنا بهذه المنطقه، هسه راح نشوفها. فهسه هذه الاكستنسر بولفيس بريفيس وين راح تروح؟ راح تروح هي من اسمها لونجس،
العفو اللونجس هذه اللونجس اي هذه صافختها هذه ما راح تروح راح تروح للديستال بارت او الديستال فالانجل مالت من مالت الثامب بينما اخذها البرايفيس ما راح تروح راح تروح الى البروكسيمال بارت تمام تمام هسه بعد ما اخذنا هذه العضله نجي من العضله الاخيره اللي هي الاكستنسر اندكس هي من اسمها اكستنسر اندكس الاندكس يا عظمه يا اصبع الاصبع اللي بصف من اللي بصف السبابه يعني اللي بصف الابهام هذا تمام فهي وين راحت له راحت للجزء الاخير اللي بي اللي هي من هو يعني للفالانجوس ثلاثه البروكسيمال والديستال والميدل هذه وهذه وهذه كلهن زين هسه هذه هسه خلصنا من عندهن خلصنا من العضلات مالت البوستيرير زين عندنا بيكم بعد على شغله شنو هاي الشغله بالي ايش عندي عندي مرات ابدكشن وادكشن ابدكشن وادكشن ما يصير للرايست منو المسؤول عنه اريد اكتب لي هسه هنا بس ثواني بس العظام اي هسه الامور تمام ايش عندي هسه انا هنا عندي هنا الالنا وهنا الراديال هنا الامور تمام تمام اذا اني اروح بهذا الاتجاه معناها شنو هو معناها جاي اسوي ادكشن واذا اروح بهذا الاتجاه معناها جاي اسوي ابدكشن هنا الامور تمام تمام هذا ايش قلنا الالنا وهذا ايش قلنا الراديوس وهذا ايش قلنا ادكشن وهذا ايش قلنا ابدكشن تمام هسه اوكي من هي العضلات المسؤوله عن الابدكشن ومن هي المسؤوله عن الادكشن شوف من هي الادكشن صايره بيا جهه جهه الالنا الادكشن صايره بجهه الالنا معناها شكو عضله بيها النا رايس ايش راح اسوي راح اسوي لي ادكشن تمام شكو عضله بيها كلمه النا رايس راح اسوي لي ادكشن وهنا الابدكشن صاير بيا جهه صاير بجهه الرادياس معناها شكو عضله بيها رادياليس كلمه رادياليس معناها راح اسوي لي ابدكشن وهسه راح نشوفها بمثال زين خلينا نضيف العضلات هسه على مود نقدر فرضا نشوف هذا الرايست فليكشن لاحظوا لي هنا اللي هي الرايست ادكشن هذا الرايست ادكشن قلنا الادكشن معناها الالنا رايس جاي تشتغل هذه الكاربي الالنا رايس الفليكسر والاكستنسر اللي بهن كلمه الالنا رايس هنا راح هنا اللي جاي يسوي لي شنو هو اللي جاي يسوي لي اكستن ادكشن العفو فاذا شخص ما يقدر يسوي ادكشن كذا معناها الخلل بين العضلتين زين بعد ايش عندنا الفليكشن يا افليكشن الابدكشن زين الابدكشن يعني هسه راح اطلع لكم اياها في فيديو اما هذه هي الابدكشن اللي قلت لكم عليها وش راح تشتغل بها راح تشتغل بها الرادياليس شوفوا هذا الرادياليس الاكستنسر والفليكسر راح يشتغل يسوي لي شنو يسوي لي عمليه ابدكشن يعني للخارج فلهنا وصلنا المن الى نهايه العضلات شو بقى عندنا بقى عندنا البلاد فيزل وكذلك الراديال لير اللي يغذي البلاد فيزل والنيرف اللي يغذي لي هذه المنطقه زين انتوا بعد ما المهم عرفتوا العضلات بشكل عام والى اخره والنيرفز وكذلك البلاد فيزول خلينا ناخذ عليهن هسه فد يعني تقسيمات وتصنيفات مالتها باعتبار انه هن خاصات بالبوستيرير زين فنشوف هسه بالي هسه خلينا نبلش اول شيء بالبلاد فيزول البلاد فيزول ايش عندنا قلنا لكم قلنا احنا بالبوستيرير عندنا اجزاء اربع ثلاث اوعيه دمويه يعني البلاد بمن يمشي لأول شيء بمن هنا اللي هو الراديال نير الراديال ارتري تمام ما يخاصكم انه وين واصل لحد من واصل لانه الهاند شرحها وحده المهم انه هو ماشي على طول الفور ار زين هذا من هو هذا الراديال بعد اللي يغذي البوستيرال كومبارتمنت يعني بعد يا اجزاء اللي هن اثنين تفرعات من الالنر ارتري من هن اللي هن الانتيرير انتيروس ارتري والبوستيرال انتريسوس ارتري اللي هنا ذني البوستيرال صاير من ورا هذا لو تلاحظونه والبوستيرير شبي بفرع نسميه سوبر يعني هذا شلون السوبرفيشال متفرع ورا هسه عندنا الانتيرير انتريسوس ارتري هو عباره عن هذا الانتيرير عباره عن فرع منين من فرع من تفرعات الالنر تمام وشبي شنو شغله انه يغذي لي المناطق اللي تكون ديب مثل ما قلت لكم الساعه والبوستيرا شبيه هذا البوستيرر هم انا يغذي لي المناطق اللي تكون ورا تمام بالبوستيرر كومبارتمنت هذه خلصنا من عندها بعد شنو عندنا هسه عندنا الرايدر ارتري مثل ما قلت لكم عليه هم يغذي لي العضلات اللي موجودات بالبوستيرر كومبارتمنت نجي هسه من للنيرفز نشوف يا نيرفز احنا ايش عندنا قلت لكم بالبدايه عندنا هو هذا اللي هو الراديال نيرف
الراديال نيرف من يجي سوى الراديال نيرف، هذا هو الاصلي اللي جاني منين؟ جاي من البراكيال بلاكسس، تمام، جاني من ورا، من ورا الهيومراس وواصل لي لهنا، تمام، مثل ما تلاحظون هسه قدامكم من ورا الهيومراس جايني، وهنا شوفوا هاي المنطقه اللي هنا شو يسمونها، هذه اللي ورا الهيومراس بالضبط شو يسمونها؟ يسمونها بالراديال جروف، هذه هنا يسمونها بالراديال جروف، هذه اذا صار كسر بالهيومراس راح يؤدي الى اصابه هذا النيرف، اذا اصاب هذا النيرف دور ايدك تهدل، تمام، بعد ما يقدر يعني ما يقدر يشيلها لي فوق، تهدل يعني اصابعك ينزل لي جوا، ليش؟ يعني الاكستنسر بعد ماكو اكستنشن، العضلات بعد ما حد يغذيهن، فبعد تنتهي وظيفتهم مثل ما نقول. فالمهم يوصل لي هنا يتفرع، هذا يتفرع الى فرعين، واحد يكون ديب، واحد شو يكون سوبرفيشالز او سوبرفيشال، اللي هو هذا صغير يتاشر، هذا سوبرفيشال ما يتاشر، هذا تمام. فنجي هسه من اول واحد الى الديب برانش، اللي هو هذا الديب برانش، شنو صفاته اول شيء؟ يعني شنو المميزات اللي بيه الديب برانش؟ هذا شبيه هذا الديب برانش، يقول انه هو الاكثر واحد اللي يغذي له هاي المناطق بريدومينتلي، يعني هو اكثر واحد يغذي له هاي المناطق، وكذلك يحتوي على فرع ثاني نسميه شنو؟ نسميه بالبوستيريور انتريسوس نيرف، اللي هو هذا البوستيريور انتريسوس نيرف، هذا اللي طالع من عنده الصغير يتحدد، هذا بوستيريور انتريسوس نيرف، وهذا من هو قلنا لكم انه هذا ديب برانش اوف ذا راديال نيرف. نجي هسه من للسوبرفيشال branch of the nerve، اللي هو هذا superficial branch of the nerve، هذا يروح يغذي لي هم مثل ما قلت لكم الظهر او الدورسال of the hand، تمام، الجهة الخلفية منين؟ من الهاند، يعني جهة الدورسال، فهو هذا كل اللي موجود بهذه. طبعا نسوي لكم ان شاء الله فيديو نشرح به كل النيرفات وكل الأوعية الدموية اللي موجودة بمن يعني بالأبر لمب كليته. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تفهمتوا، فgood luck.